بسم آب وولد ومنفس قدوس أهدو أملاك قدائين داتنا خسخد عبزي غد ميكروب معالتات ناي حبرات حقرات أفريكا أخيبا عبزي نبر اللوغيزي أبي أحمد أب عسو أخيبا استزاربون قال إن حزلكم زقرب أنا هاب تزدنق الإسرام كوينة كساب مفتس أمتا مسانا خدس أنحو بخبرين عدم ناي سومال بريزدانت أخريرو يزلو تي ناي إثيوبيان ناي سوماليان بولوتيكاوي حاويون إن داتنا خسيو زركب نروحو قزي حسبو مراحتي أفريكا كناقوتن كفخخرون إتو قداي أب كبيد ناي هلخ قد أمباس إحوم هلو سأب سأباتي ردو كم تيزي فلت أبي أحمد بزي أقبابا ويمن قدي بحري سوماليا سلخطك أم زفر رميو زي خان سومالياويان ممليسو زقن فلوم زلو حرك أن يمسل يخون مبر سوماليا مسبوزحات سألاتن فتوتن ناي إثيوبيا حبيرا تسرح مهلاوا زقه هاد حق خينو زقن أبي أحمد دمبرس أيبلون كبهال تسميعو مسيزي قداي زمسا سلون بزوحكوا تركي ناي إثيوبيا فتاوي تمسل انتنبرت حجيقن مس سوماليا استسمام عطو ناي عصر تعمت وعل كم استفرارمت معكنا الزينا كيزارب اي طرفن تركي ني سوماليا بوته دراوي تقمن حلوان كتقبرلا اكوا انت تسمامعت تركي ون كاسئلة إثيوبيا مس سومالي لاند زقبرتو سممع ناي سوماليا قزات متحاس يو كتب القلصات تركي ناي سوماليا قزات ترايزي كونس ناي بحري أفدق تاتان كتحلو كمون ناي سوماليا حيلي بحري كتحان نسن كتعدقن تفراري مالا يخون مبر قروب ندحريت ملسيلنا آب حبرة أفريكا استخايد عسو أخيبا مس النري أبي أحمد كمز قبل تزاري بنيرو شامقولونا الزراربونا حسن شيخ عركين حاوين يوم سوماليا دمانا إثيوبيا قربت يايلو مزرابو تخطيلو حسن شيخون بوغانو كمزبلا زيمي سومالي لاند إثيوبيا زقبرتو سممع ورغتو قديدا كيدر بيتو اي كوننيو كمزبلا معكنا الزينا يحبرو يخون مبر زي سمم معني إثيوبيا زتنكف مخانو تنتنتي قلسو سوماليا اب كبيد منها هارن نخينات متسساءن مستفلا ليو حقرات بزلو عاقمي نخينات كاب مدلاون دهريت كم زي تبلن كم زي بلتن معكنات يقلسو قن بحقي انت مرمرنا تركي من ايوم تركي سومالياويان ديوم تركي غا إثيوبياويان ديوم ناي أفريكاويان عشنت زملكتو بزحات قوانوت حقرات كي هاللو واي ترفون مخنياتو سوماليان بس تركي كتسما مع زحسبت اللوانا مخنيات ني إثيوبيا نمتكعن ننبسا نمكل خالن كوينو اتيزا قرم نقر كاب قربيت حقر ننبسا بعلا كتكالا خلب زي مخالا كاب سقر معدو أنصار أفريكا زخنو حقرات تريعا نعو تخالا خلو لي بمبال مخاا ناي بزوح عمتات سممع مس سممعن ناي عشنت من قدي يمثل كمين تبل ناس نبعل تركين كالوتن عاز امثلو هاجراتن ناي افريك اقوانوت مخانوم علم زفلتو حاكي سلا زخونا دقاوي سقاتي لاز حسبتو سوماليا ناي اثيوبيا قداي زي كونس ناي تركي قداي كوينو ناب هاجرا زقادة سقات تمس مهلاوة تنتنتي افريكا يقلسو اتك خوان زنبروغن افريكا ان افريكا ويان كتكو منبر عديا قديفاس حتنا اتنافق كمز بحال مس قوانا هاجر كتحبر اي قباني نيرو نمخانو حبرة افريكا نمنتاي قيمو نمنتاي يوم كافريكا حبرة ايناي لوم زيكبو اب اخيبو مزي كمزي زعمسل شقر اب افريكا وشتي انكالو خفاتح زيكول انتخوينوم انتاي كباقوتي يوم زوعلو بزبل زي قداي نمزحات افريكا ويان زي تحساسة بيمسل افريكا رديت ايرليانيو انتاي داس افريكا حبرتيو زدليا كبرو تنتن تيقلسو كمون بريزدانت إيساياس أفورك يقدم حمشت ورحي نتبي زنبرو زربا كمست زاربا مسزي قداي زتاح حزو حدا حدا نتبتات كهلونا كوينوم نابو خبلكم stereotype of everyone coming and making statements PR statements about achievements wouldn't make any sense. Let's be focused, okay? I will not talk about our achievements in agriculture, infrastructure, energy, water, and others. That will take time, okay? Now let's be focused. Occasions like this one, summits where people come, do their promotion about their achievements, and mostly PR exercise. Let's get out of this cycle, first and foremost, okay? I would like to focus on my own issue. Now people are talking about the resources of the continent.
60% of this endowment, 20% of this endowment. I mean, why can't you mobilize your own resources rather than extend your hands for handouts and charity? Is there a way of mobilizing these resources in the continent? How do you mobilize these resources? Can you mobilize the resources of Niger that are going to Europe, uranium, and what have you? What about the mineral resources of this continent? Are you mobilizing these resources for the development of the continent, for climate change? Where are these resources? Everybody is talking about their achievements in their own locality, in their own national borders, without even addressing the real issues challenging this continent. Talk about the continent's challenge and try to find solutions for this challenge, okay? We're talking about climate change. We're talking about resources. You are talking about so many things. Don't divert focus on non-issues, okay? Now, do your homework. Come up with a definition of your goals and objectives. Strategize. Go for detailed plans. And then come to mobilize resources so that you implement your programs. Otherwise, I don't want to waste your time and waste my time talking about our achievements in Eritrea. Try to talk about some of the issues mentioned on this summit. These billions coming to this continent from anywhere, Europe, Americas, or any other place, you are inviting intervention in your own affairs. And this money coming from there, billions and billions, will be siphoned back there. Make sure that you mobilize your own resources so that you can be enabled to benefit from resources coming from outside. The promises of billions is no good. Again, it's the focus that we need to talk about. You're talking about corrupt governments and comparing them with the private sector and promoting the private sector, the private sector, the private sector. You put in place accountable governments, non-corrupt government that will use national resources for the development of the majority. This is not a matter of polarizing the private sector and the public sector. These classical arguments about the private sector, the public sector, that makes sense at all. It's out of context. We need to be focused on this matter. We can't blame governments and bring non-governmental organizations to manage our affairs. That is phenomenal. In Africa, go everywhere. Non-governmental government, non-governmental organizations are managing governments and discrediting governments and replacing them with what they call private sector. Can you imagine this makes sense to anyone? Now talk about serious things, okay? You want to implement programs, articulate your goals and objectives in the first place, okay? قابتي بزح بوحدو كمزي زبلو زلو نزي تغمي زي بلو زتا نقدفو ابشكراتنا اذكرنا انت تزاتنا زحشه يو كابتي زغبرنا عوت نلعلي نايزي اها غور بدهوتاتن كنزرارب يغبا نايزي بدهوتات مفتحي كنركب يغبا بلشو زخونه اما حداري اوريدكم تحتاتي زخونه اما حداري غبرو يلو اب زغلصلوان زعقب زربا كم استزارب بزحات افريقاويان كم سكرو ترايو كبرات عزبتنا مسخوم زنحكو هابت زرنجلي سرون كوينه اب قصالي بخالق تحستو كساب الرخب سنائك ما وسبحات الأجزاء بير ولولادي تدنقل ولمسك الكبر ودحنكم